زكي بن اياد رئيس منتدب الجامعة الوطنية الكشفية المغربية. الحركة الكشفية المغربية حركة تربوية تطوعية مفتوحة للجميع دون تمييز، وحركة متجذرة في المجتمع المغربي. اليوم نشهد انطلاقة البرنامج الوطني للكشفية الدامجة، وهو برنامج يأتي كتتويج لسلسلة من البرامج وسلسلة من المشاريع التي أطلقتها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية، التي تحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، بتعاون وشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والأولمبياد الخاص المغربي ومركز محمد السادس للمعاقين. مجالات هذا البرنامج الوطني للكشفية الدامجة يضم ثلاث رافعات. الرافعة الأولى تنمية وتقوية قدرات القيادات الكشفية التربوية العاملة في مجال الإعاقة. المجال الثاني أو الرافعة الثانية هو ملائمة المناهج الكشفية لمتطلبات الأطفال في وضعية إعاقة. والرافعة الثالثة أو المحور الثالث يهم بالأساس الانخراط إلى باقي فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة من أجل مزيد من المناصرة والترافع، من أجل كشفية وتربية دامجة للجميع تمكن جميع الأطفال بدون تمييز من حقهم في التربية والتنشيط السوسيو صحيح. يهدف هذا المشروع إلى دمج الأطفال في وضعية إعاقة في التربية الكشفية والمشاركة كباقي الأطفال في برامج كشفية تربوية ترم يعني مساعدتهم على الاستفادة التامة من قدراتهم العقلية والبدنية والجسمية والروحية. أنا سعيدة اليوم بافتتاح الندوة الوطنية الأولى للكشفية الدامجة التي تنظمها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية بدعم المنظمة العربية للكشفية بالمشاركة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. فالموضوع مهم جدا هو موضوع إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في أنشطة الكشفية بصفة عامة، وحنا تنعرفوا الأهمية الكبرى اللي تعطيها صاحب الجلالة نصره الله للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة. أيضا دستور المملكة وما يكرسه من يعني فصول عدة تضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل حياتهم وإدماجهم. أيضا أود أن أذكر بالنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي الذي يعني يدعم ركائز الدولة الاجتماعية، واللي خصص أكثر من 500 مليون درهم للنهوض بالأشخاص بوضعية الأشخاص اللي هم في وضعية إعاقة. وفي هذا الإطار التزمت الوزارة هذه السنة يعني كرسنا واحد الميزانية ديال أكثر من 48 مليون درهم خاصة غير لخلق أنشطة مدرة للدخل بالنسبة للأشخاص بوضعية إعاقة. فهذا الندوة اليوم مهمة لأن غيكون فيها تبادل الخبرات فيما يخص يعني التجارب حول إدماج الأشخاص بوضعية إعاقة، ونقول لكم أنها أول ما كتنطلق لأنها الندوة الأولى كتنطلق من المغرب، وهذا شرف كبير لبلادنا. أن وكنشكر الجامعة الوطنية للكشفية المغربية ومنظمة الكشفية العربية لأن ما يمكن تخرج غير من بلادنا، لأن بلادنا بلد عريق وعندنا قيم تضامن، عندنا قيم كبرى وأساسية في المجتمع المغربي والمغاربة كلهم معروفين اللي كتكون وقت الشدة كيوقفوا وكيتضامنوا. فلهذا أنا سعيدة جدا كما قلت بهذه الانطلاقة، وما تكون انطلاقة لواحد يعني سلسلة ديال الندوات عالمية اللي غادي تكون كبيرة إن شاء الله في السنوات المقبلة. وتم رصد واحد البرنامج مهم شراكة ما بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجامعة الوطنية للكشفية المغربية اللي فيه واحد جزء كبير لدعم والنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة. وشكرا لكم. أحمد حسن مدير الاتصال والشراكات بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية لإقليم الكشف العربي. اليوم احنا في قصر المؤتمرات بمدينة سلا لعقد الندوة الكشفية الدامجة. الندوة نظمتها وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي بالتعاون مع الجامعة الوطنية للكشفية المغربية بهدف تفعيل دمج ذوي الأشخاص في وضعية الإعاقة في الحركة الكشفية، وتفعيل العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تمكينهم اجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا وإعطائهم كامل حقوقهم داخل المجتمع. الحركة الكشفية في المغرب هي رائدة في هذا المجال، في مجال الدمج، وطبعا الرئاسة الفعلية لمولاي رشيد للجامعة الوطنية للكشفية المغربية أعطت قوة للحركة الكشفية أن تكون فاعلة في المجتمع لأنه كشاف منذ الثغر. فلذلك يعني الندوة هي مهمة جدا وتعتبر تجربة رائدة على المستوى العربي.
والمستوى العالمي ايضا، لان احنا في المستوى على المستوى العالم عندنا اولويات استراتيجيه، منها اولويه التنوع والاندماج، وهي من اهم الاولويات التي نعمل عليها في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي في المنظمه العالميه. فلذلك كانت الرياده للمغرب، ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي قريبا في مخيمات دامجه وانشطه كثيره في المرحله القادمه. شكرا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.